متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله صباحكم بكل الخير. الأحوال الجوية السائدة في المملكة والمتوقع ما زالت حارة، ودرجات الحرارة هي أعلى من المعدلات المعتادة لمثل هذا الوقت من العام، والأجواء فعلا حارة وتتجاوز درجات الحرارة في بعض المناطق حاجز 35 درجة مئوية، بل وتقترب من 40 في بعض المناطق الصحراوية. أما في العاصمة الرياض فاليوم فالأجواء مغبرة، هناك نشاط أيضا متوقع على سرعة الرياح بالتزامن مع هذا الارتفاع درجات الحرارة، وبالتالي الأجواء قد تكون مغبرة في فترات مختلفة على شكل موجات غبارية، ودرجة الحرارة تقريبا تصل إلى 35 درجة مئوية في ساعات النهار، وبالتالي الطقس حار بشكل عام. نستعرض سوية درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم والصغرى الليلة القادمة في مدن ومحافظات المملكة، في سكاكا 30 إلى 14، في عرارة 29 إلى 14، وفي تبوك 29 إلى 12 درجة مئوية. المناطق الغربية في جدة 31 إلى 26، تقريبا مكة المكرمة 37 إلى 24، في الطائف 29 إلى 19، و 36 إلى 21 درجة مئوية في المدينة المنورة. في المناطق الجنوبية الغربية تكون 26 إلى 14 في أبها، 23 إلى 15 في الباحة، و 31 إلى 26 درجة مئوية في جازان. ننتقل شرقا، أجواء حارة جدا، تقريبا 38 درجة مئوية في الإحساء مع أجواء مغبرة بعض الشيء، 23 درجة مئوية في ساعة الليل، طبعا الغبار هو نتيجة موجات غبارية وبالتالي ليس مستمرا طوال الوقت. 32 إلى 21 أجواء أكثر اعتدالا في الدمام، 35 إلى 22 في حفر الباطن، والأجواء أيضا حارة. المناطق الوسطى في العاصمة الرياض أيضا 35 إلى 24، في بريدة 35 إلى 21 والأجواء حارة، 31 إلى 17 درجة مئوية في حائل. إذا هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة حتى اللحظة. أتمنى لكم جميعا نهار سعيد أينما كنتم جميعا، دمتم دائما بخير، إلى اللقاء.